انا راجل ومعايا ست ستات. راجل ست ستات ما انا راجل ومعايا ست ستات. ايه اخبار القصيدة الجديدة يا استاذ عادل؟ لسه قافشة معايا يا تيسير، يعني مش عارف الالهام ما جاش. لسه قافشة معايا يا تيسير الالهام ما جاش. حلو قوي يا استاذ عادل. حلوة ايه؟ انا بقول لك لسه الالهام ما جاش، يعني انت فاكر هي دي قصيدة؟ يعني الالهام ما جاش. الهام؟ الهام مين؟ الهام الشعر؟ امال يعني الهام شاهين؟ غور من وش السعادة، غور من وش. حاضر. اصبح قلبي كالعصفور يبحث عن عش مهجور، عصفور لحبك أسير، هل سترد عليه ولا هيفضل يسوسو كتير يا مصر؟ عادل سعيد؟ مين؟ صادق السيد. ازيك يا صادق؟ ازيك؟ ازيك يا عدام؟ وحشني، اخبارك ايه؟ الله يخليك، انت عامل ايه؟ عرفتك من صوتك. بس ايه رايك في القصيده اللي انا كاتبها؟ يا عم قصيده مين ده؟ انت صدعت دماغي بيها في الجامعه، مش دي قصيده العصفور؟ لا بس ده عصفور تاني، عصفور بتاع الجامعه كان اللي هو من المسود ده، العصفور ده بقى هتلاقيه بقى ايه ملون وديله اخضر يعني. المهم انت اخبارك ايه؟ شغال فين دلوقتي؟ انا يا سيدي صاحب مجله هات ودنك، عارفها؟ لا وانا اعرفها منين دي؟ اكيد مجله سريه يعني. الحقيقه احنا لسه بادئين جديد في بلاط صاحبه الجلاله، انما انت بتشتغل ايه دلوقتي؟ اوعى تقول بتشتغل شاعر، هتصعب عليا جدا. لا انت هصعب عليك صراحه اكتر لو عرفت ان انا عندي محل فول وطعميه. يعني اللي جاي على قد اللي رايح. ما عشان كده سايب الشغل وقاعد هنا في الكافيه بقى اشوف اي هوايه يعني. طب ما تيجي تشتغل معايا صحفي بالقطعه. لا صحفي ازاي؟ ما انا اصلي يعني مش خريج اعلام، ما انت عارف. يا عم ومين اللي خريج اعلام بس؟ طالما انا قلت تنفع صحفي تبقى صحفي. يعني شهادتك دي اكيد هتفيدني طبعا. بالظبط. وحديك في الخبر 5 جنيه. اكيد هتزودني يعني ان شاء الله. والله كل شغلك ما يحلو يا عم عادل، فلوسك هتحلو. بقولك ايه، ابدا بالفنانين لانه اخبارهم ما بتنتهيش. ايوه بس انا ما اعرفش الفنانين دول يعني، وما اعرفش اجيب تليفوناتهم منين عشان اعمل معاهم حوارات يعني. ولا يهمك، انا هديك الكارت بتاعي، عليه نمره ميمون معاه ارقام كل الفنانين. ميمون؟ ميمون فعلا، شارع الجبلايه. بجد يا أستاذ ميمون، أنا عمري ما هنسلك وقفتك دي معايا في بداية طريقي الفني الصحفي. ما كنا قعدنا في الاستوديو خلاص، فين أيام زمان؟ هي بس الاستوديو زحمة ودوشة وأكشن بقى وستوب ونعيد تاني يا أخوانا، مش هنعرف نكلم براحتنا. ماشي يا سيدي، قول اللي عندك. بص يا سيدي، أنا عايز قبل ما أقول أي حاجة يعني تشرب إيه الأول؟ أجيب لك موز؟ قصدي أجيب لك كوكتيل موز يعني؟ لا 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 لا، الدكتور محرج عليا الموز، هات لي شاي. عينيا يا ميمون. سعداوي. ايه يا باشا، صباح الفل يا عادل. كوبايه الشاي بتاعتي وكوبايه شاي للاستاذ ميمون. ميمون؟ طب اجيب له مع الشاي السوداني يا باشا ولا حاجه؟ ولا وعشان ميمون هتقول له بقى سوداني وموز وكوكتيل وبتاع. عيب. انت عمرك عاصرت فنانين من اللي قبل كده؟ انا؟ انت عمرك عاصرت فنانين؟ لا يا باشا، انا عاصرت ليمون، عاصرت زبادي، عاصرت. يلا اتكل على الله. يا استاذ انا ريجيسير الاجيال من ايام فريد شوقي والمليجي ورشدي لحد دلوقتي، سعد، كريم، كل دول يا باشا. امال ايه؟ حتى مختار النص. مين مختار النص ده؟ ده وجه جديد واتوقع له النجوميه بعد 25 سنه. لخص، عايز ايه؟ بص يا سيدي، انا عايز بقى نمر الفنانين دول عشان اعمل معاهم حوارات فنيه لغايه بقى اما تشهروا وباشهر منهم بقى. طب ما تسيبك من ارقام الفنانين، غالي عليك. خش على ارقام لاعيبه الكوره، رخيصه وحلوه وحنينه، وبعدين هم اللي هيتصلوا عليك عشان تنشر اخبارهم.
معايا نمره جده. لا لا لا، ايه ده انت معاصر جده من اول جده؟ لا لا حضرتك، انا عايز نمر الفنانين عشان اعمل معاهم بقى حوارات، والحوارات تتنشر وابقى يعني ايه مشهور بقى، يمكن بعد كده مثلا كمان 10 15 سنه امثل ومشهور جدا بقى. بس ساعتها سنك هيبقى كبير على التمثيل. ويعني عندك الاستاذ لطفي لبيب، عمرك شفته بيمثل وهو في شعر؟ لا شفت. وعندك الاستاذ حسن حسني، ربنا كرمه اخر كرم بعد 60 ما شاء الله. المهم عايز ارقام مين؟ عايز ارقام مين؟ عايز بقى الرقم بتاع نجمي المفضل والمحبب. مين؟ استاذ سليمان عيد. سليمان عيد وفاروق فلوكس مع بعض ب 20 جنيه. ليه يا عم؟ جايبين موبايل واحد. طب عندك نمره الاستاذ علاء مرسي. علاء مرسي دلوقتي وصل 40 جنيه. ايه ده؟ معقوله؟ ما شاء الله. طب علاء مرسي نفسه يعرف ان هو بقى ب 40 دلوقتي؟ طيب عندك النمره بتاعت نجمي المفضل احمد حلمي الجديد؟ امال يعني المستعمل تعمل لها كام؟ احمد حلمي يعمل دلوقتي 60 جنيه ومنى زكي 40 جنيه. لا انا عايز نمره احمد حلمي بس، لو عايز اكلم منى هبقول لاحمد اديها الموبايل ما تقلقش انت. طب عندك نمرة سيد حبي؟ طبعا معايا نمرته، ومعايا كمان نمرة المنافس بتاعه عبده وسيد حبي الاثنين. طيب انا هاخد النمرتين دول وادفع زي ما انت عايز يا معلم. ماشي. صباح الفل يا باشا. الشاي بتاع حضرتك؟ ايوه. الشاي بتاع عم ميمون. وخد يا باشا النمر دي وهتدعي لي. ايه ده نمر مين دي يا ده باشا؟ توم هانكس. وده توم كروز. وده توم اندجيري. جدع يا توم هانكس وتوم كروز. ايه ده؟ ايه الشاي ده يا باشا؟ ماله؟ في توم حاجه. ما بيردش عليا، انا مش هسكت الا لما يرد عليا. اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ حرام عليك، بقالك يومين عمال تتصل بالفنان سيد حبي وهو مش معبرك. ازعجته؟ قرفته؟ ازعجته في ايه؟ انا كل اللي انا عملته ان انا كلمته 923 مره وهو كنسل عليا 812 مره، يبقى ازعجته في ايه؟ فين الازعاج؟ لا خالص يا بيبي، ده انت كده بتتقل عليه. طبعا لعلمك بقى الاستاذ صادق قال لي اهم حاجه الزن، الزن دايما بيجيب نتيجه. طب لو غير رقمه؟ لو غير رقمه بمنتهى البساطه ادفع الفرق الميمون يديني النمره الجديده على طول. ممكن تديني نمره الفنان سيد حبي عشان انا بحب افلامه كلها. خلاص شوفي هتدفعي كام واديك النمره. لا هتدفعي كام ايه؟ استنى ما يرد عليا واعمل معاه الحوار وبعد كده ابقى اديك النمره. طب اسمع، ابعت له رساله باسمك عشان يعرفك ويرد عليك. يا ماما ابعت له رساله هيعرف ان انا اللي بتصل بيه يبلغ فيا، بعد كده شرطه مطارده النجوم هتطاردني. لا يا بيبي لا، ما اظنش ان هو راجل يعمل كده. بصراحه هو سوبر ستار وبعدين ده فيري فيري رومانتك. شفت الفيلم الاخير اسف اتاخرت عليكي؟ كان فظيع فظيع. الاكشن بتاعه بقى يا رانيا فيلم قرن الغزال كان يجنن يجنن يجنن. استنى اهو رد 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 رد. طب رد رد بسرعه. قول الو. قول الو. قول الو يا منكوسه قبل ما يقفل. قول. قلت الو. قلت الو. الو 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 الو. ايوه 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 استاذ سيد. ليه كده بس يا عم؟ ليه كده؟ ايوه ايوه ما عارف حضرتك بس يعني ما ينفعش كده يعني. اهدى شويه اهدى شويه بس حضرتك عشان نعرف نتفاهم. ايوه حضرتك انا صحفي وكنت عايز يا سيدي. حاضر حاضر والله. لا ما كنتش اقصد ان انا ازن عليك. لك طيب اقابلك امتى؟ في الاستوديو؟ ايه ايه بكره قابل حضرتك. طب هو استوديو؟ الو الو الو. رصيده خلص. يا كذاب يا كذاب، ده انت اللي متصل. قصدك صبره عليك خلص؟ قال لك ايه اخلص؟ قال لي يعني اول ما عرف ان انا صحفي رحب جدا وقال لي يا ريت يعني تعالى عشان اعمل معاك حوار، فهروح له في الاستوديو اعمل معاه الحوار. واضح جدا يا ابي بقى مرت. اهدى شويه. حلوة قوي المكتب بتاعك صراحة يعني، والديكورات بقى واللوح والكتب. بص بقى يا عم عادل، حوارك مع النجم سيد حب ده فرصة عمرك، ده التسجيل، تسجل بيه الحوار وهمتك بقى تسخن الحوار بينك وبينه. ايوه اسخن بقى الحوار ازاي؟ يعني اعمل الحوار معاه واحنا قاعدين في حتة شمس مثلا؟ لا يا خفيف، الاسئلة اللي هتقولها له هي اللي هتسخن الحوار. فطبعا عارف ان في منافسه بينه وبين النجم عبده همتك بقى تعمل زوم ان على المنطقه دي وتعصرها. ايوه بس مش عارف، حاسس ان انا قلقان يعني من حواري مع النجم سيد حبي، برغم ان انا نجم برضو في عالم الشعر وليا. ايه سيبك من حكايه الشعر دي وركز معايا، بعد ما تخلص الحوار تجي لي هنا عشان نحط عليه البهارات الصحفيه ونطبخه سوا. نطبخه ما ايه ده ريحه ايه دي؟ ده حوار امبارح كنت بطبخه.
اهلا وسهلا بالنجم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي ونجم التشكيلي الاستاذ سيد حبي. عادل سعيد. يا عادل. ماشي. ايه في البتاع ده؟ هو قفلته. انت عارف ان انت كلمتني كم مره النهارده؟ كلمتك كتير يعني، بس ان شاء الله كل خير يعني. لا 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 لا، كتير دي يعني 5 مرات 10 مرات، لكن لما تكلمني 60 مرة ده ما اسموش كتير، ده اسمه زن يا عادل. ايوه حضرتك، انا اصلي كنت كل ما بكلمك انت بتكنسل عليا، فبفتكر مثلا ان انت فاكر ان انا ما عنديش رصيد، فانا كنت بكلمك اقول لك لا ده انا عندي رصيد. فانت يعني بتوفر لك. ايوه بالظبط، مش بوفر لك، لكن كنت عايزك ترد عليا يعني. وبطاريتي اللي فضيت 3 مرات النهارده دي اعمل فيها ايه؟ ما اكيد حضرتك بقى العيب في البطاريه، لازم تغيرها. لا العيب في زنك انت يا عادل. ابدا شغل البتاع ده وابدا الحوار. اتفضل اتفضل حضرتك. ما هو سر هجوم النقاد على فيلمك؟ حسيت بهواك دخل فجاه من الشباك. ما حصلش، النقاد كلهم عجبهم الفيلم والفيلم كان مكسر الدنيا. ولكن هناك احصائيه بتقول ان في ان هذا الفيلم لم يحقق غير 627.5 جنيه، وان ما دخلوش غير قرايبك، وان هو اترفع من سينما امبابه وسينما الويلي بعد 4 ساعات فقط من عرضه. ما ردك؟ انت هتزعلني منك ليه يا عادل؟ انت بيجيك الكلام ده منين يا عم؟ الفيلم عامل فوق 3 مليون ومصر كلها اتفرجت عليه. اسأل المنتج محمد السوق. ولكن هناك بعض الخبساء اكدوا ان نجم عبدو عبدو هو اللي وراء هذه الحملة الشرسة ضدك، ما رأيك؟ مستحيل، عبدو عبدو ده حبيبي وكنا زملاء زمان في المعهد. وبعدين عايز اقولك ان عبدو ده يعني ساعات كتير انا برفض الادوار هو بياخدها، ساعات هو بيرفض الادوار انا باخدها، ده حبيبي. ولكن هناك حوار معايا لسه ما اتنشرش لغاية دلوقتي اكد ان هو النجم الاوحد فقط. نجم مين يا عم؟ ده كان هيموت ويشتغل. بقولك ايه، انا مش عايز افتح في الكلام. عبدو عبدو ده ياما كان عايز يشتغل معايا في الافلام، واقعد اتحايل على المخرجين يا جماعه شغلوه، ده بيصرف على بيته وبيصرف على عيال، ان شاء الله حتى مشهد واحد ما كانوش بيرضوا، ده مش نجم. النجم قال برافو يا عادل، برافو، حوارك مع النجم سيد حب مطرع بكسر الدنيا. تلميذك يا استاذ. تلميذي؟ تلميذ ايه؟ ده انت طلعت استاذ. يعني عجبك شويه الحاجات اللي انا زودتها يعني؟ جدا، خصوصا بقى المانشيت اللي بتقول فيه عبدو عبدو يريد تدميري ومفيش نجم غيري. مع ان هو اساسا ما قالش الكلام ده خالص. احنا نقول يا ريس، ما هو انت لو نزلت بخبر صحيح تبقى خلاص خلصت، انما لما تنزل بخبر مش صحيح هو يرد، وخصوصا بقى ان النجم عبدو عبدو طالب الرد وفي نفس المساحه وبنفس الصحفي. من حقه طبعا يرد على الاهانات اللي ما اتقالتش اصلا. لا ولا الجمله اللي بتقول فيها يا سيدي ان عبدو عبدو يريد ان يقلدني ومش عارف، جامده قوي. بقول لك يا عدول، انا عاوز حوارك معاه بكره يبقى ضرب نار. امسك. ايه ده؟ ده البنزين وده الكبريت. انا يتقال عني ان نحس وان المنتجين بيهربوا مني. ماشي يا سيد حبي. حضرتك يعني ده الكلام اللي انا قدرت انشره، لكن في كلام تاني ما قدرتش انشره، حرصا على قراء وحرصا على صحتك يا نجم. كمان ماشي، انا عايز ارد دلوقتي. اتفضل. قوي 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 اتفضل. ما ردك على النجم سيد حبي؟ ما تقولش نجم، كمان انا عصبي ممكن اكسر لك الدنيا دي دلوقتي. لا خلاص خلاص، ما ردك على اللي مش نجم سيد حبي، وخصوصا ان هو قال انك انت بتخطط لتدميره وخراب بيته؟ اخرب مين يا عم وادمر مين؟ وعد عارفه ده انا بنسى ان هو ممثل اساسا. سالنا النجم قصدي الاخ سيد حبي عن رايه في فيلمك الاكشن الاخير مش هسيبك لو رحت فين، قال انه اكشن فلاحي. ما اكشن فلاحي؟ اكشن فلاحي؟ ده انا نطت من فوق برج القاهره 3 مرات وما استعنتش لا بدوبلير ولا بواحد عايز ينتحر. شفت انت النطه دي لما قمت نطت؟ كنت فظيع يا نجم، كنت فظيع. ده انا حاولت اقلدك بس ما عرفتش. صعب صعب. طيب حضرتك النجم الكبير عبدو عبدو، تحب تقول ايه لجمهورك؟ اقول له انت عارف الفرق بين النجم الموهوب والشخص الموهوم؟ يا سلام يا سلام على الرد، يا سلام على الرد. في أسئلة تانية؟ أيوة حضرتك، بالنسبة لآخر سؤال، ممكن نعرف بتسيب للمدام مصروف كام في البيت يوميا قبل ما تروح على التصوير؟ وانت مالك؟ فعلا عندك حق. عبدو عبدو بقى بيتكلم في الأكشن، النطة اللي هو نطها وبيحكي لك عليها دي نط من البرج، إنما أنا في الفيلم بتاعي
شفته؟ اه طبعا، نطت من الهليكوبتر على النفاسه ومن النفاسه على البرج اللي هو نط عليه. وكمان حاجه، انا ما بجيبش دوبلير، انا والسقا الوحيدين اللي في مصر اللي بنعمل الاكشن بنفسنا، انما هو غلبان ما بيعرفش يعمل الحاجات دي. ايوه ايوه طبعا معروف، يعني انا عارف عارف، انا ما جبتش حاجه من عندي، الكلام ده كله يعتبر كلامه هو. يعني كلامه هو يعني ايه؟ ده ما بيفهمش حاجه، ده مش نجم. ايوه فعلا فعلا هو مش نجم، وعندك حق برضه. وبعدين لعلمك هو غلط 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 جدا لما قال عليك. يعني بص، وانا كاتب كل حواره ان اللي خلاك ممثل ظلمك وظلم الفن وده عيب. يكفيني ان انا جمهوري بيحبني بجد، انما جمهوره هو بياخد فلوس عشان يروح يرمي نفسه تحت رجليه ويحدف له دباديب. معروفة طبعا معروفة، حضرتك جمهورك كان بيحبك لشخصك يعني. قصدك ان ده يعني هو اسلوب عبده؟ عبده هو اللي ابتدى. بقولك ايه، وصل له الكلام ده كله. ماشي، طب ايه احساسك لو انت شفت عبده؟ عبده دلوقتي حالا. انا لو شفته هطلع. ما تغلطش يا نجم، ما تغلطش يا نجم، سيبني انا اوصل احساسك بنفسي لجمهورك اللي بيحبك يا معلم. هو اللي غلط الاول، يستحمل بقى. ايوه طبعا يستحمل، وانا شاهد على كده. سؤال اخير، هل انت اتجوزت عن حب ولا جواز صالونات؟ وانت مالك، دي امور شخصيه. انا بقول كده برضو. بص، احنا بقينا اصحاب، وانا صراحه بحبك يعني اكتر من اي نجم تاني، ومن حقك انك انت ترد. رد يا فنان. بقى فيلم الرومانس العظيم حب على سهوه، حواره تافه وفاشل يا سيد حبي. انا هوريك حضرتك على فكرة دي غلطة شنيعة، وغلط غلطة تانية كبيرة جدا لما قال ان المسلسل بتاع حضرتك اللي هو باقي من الزمن ساعة لتلت مسلسل، يعني المسلسل والساعة كانوا بايزين. هو فعلا كان ساعة لربع، لكن عجب الناس قوي، وبعدين يعني جيت على خمس دقايق كأنهم اعلانات. فعلا فعلا، على فكرة انا عرضت عليه ان هو يجي صالحك ويعتذر، رفض وقال مش انا ولا انا ولا عاوز اشوفه. الله ينور عليك يا استاذ. طب سؤال اخير، هل بتفكر حضرتك تتجوز على مراتك؟ مش اطلع بره. طب سلام عليكم. والان اعزائي المشاهدين، بعد ان راينا الحرب الناريه بين النجم سيد حبي والنجم عبده عبده، كان لابد ان نرجع الى المنبع والصحفي الذي اكتشف عمق الجرح بين النجمين، الاستاذ عادل سعيد من جريده هات ودنك. اهلا بيك يا استاذ عادل. اهلا وسهلا، وبالاخ المذيع الاجنبي اللي اكيد مش هبقى فاهم هو بيقول ايه، فرك عليك انت بقى ترجميل يا. طبعا طبعا يا استاذ عادل. استاذ عادل، بعد ان حضرتك اجريت اكثر من حوار ساخن جدا مع النجمين، في رايك مين اللي غلطان ومين اللي عنده الحق؟ يعني بيني وبينك؟ بيني وبينك ايه يا استاذ عادل، المشاهدين هيتفرجوا على البرنامج. يعني كانه بيني وبينك، يعني حضرتك انا شايف ان الاثنين هما اللي غلطانين، لسبب ان يعني سيد حبي غلط جامد جدا في عبده عبده، وبالتالي عبده عبده غلط جامد جدا في سيد حبي، فالاثنين غلطوا وما سمعوش لنصيحتي صراحه. يعني لان الفن مش كده يا اخوان، الفن مش كده يا عالم، الفن مش كده يا ناس. تقصد ايه حضرتك بنصيحتك ليهم؟ صراحه يعني انا نصحت الاثنين، لكن الاثنين رفضوا ان هما يستفيدوا من خبرتي في الحياه. تقصد ايه حضرتك بخبرتك في الحياه؟ ده سؤال مميز اكيد من مذيعه مميزه. حضرتك اقدر ارد على حضرتك واقولك ان خبرتي في الحياه مش بس ان انا شاعر او ان انا صحفي او ان انا مؤلف او 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 او، ولكن كمان انا راجل فنان. What did you do between Said and Abdu؟ هابي نيو يو. هو بيقول ايه، يكون بيشتمني ولا حاجه؟ لا لا لا، مش بيشتم حضرتك، هو بيقول لك بس انت عملت ايه بين النجمين. انا صراحه ما عملتش حاجه، هما الاثنين غلطوا في بعض، يعني ده غلط في ده وراح التاني ده غلط في ده، فالاثنين بتوين بعضيهم غلطوا في بعضيهم، وانا حاولت ان انا اصلح لكن للاسف ما نفعش. قصدك ان انت مالكش ذنب خالص؟ لا خالص، بالعكس، لا ده انا حاولت اهدي الامور ما بينهم، اقول لهم يا جماعه عيب كده، يا جماعه الفن مش كده، يا اخوانا الفن ما ينفعش يبقى فيه الخلافات دي، لكن الاثنين للاسف الاثنين كان هدهم ناشف يعني. استاذ عادل، تحب تقول كلمه اخيره؟ احب اقول كلمه اخيره بمناسبه اللقاء اللي طبعا كل التلفزيونات شايفيننا دلوقتي، ان دلوقتي انا جه دوري الناس تكتشفني وتشوفني من خلال البرنامج بتاع حضرتك انت والمذيع الاجنبي اللي اكيد مش فاهم ولا كلمه مني، ان كل المنتجين او المخرجين او اي حد يبعت لي وانا تحت امرك ان شاء الله. Thank you very much. Happy New Year وويلكم يا حاج. أستاذ عادل، شكرا لحضرتك لصراحتك معنا. أعزائي المشاهدين، وبعد أن رأينا الصحفي الذي فجر المشكلة بين النجمين سيد حبي وعبده عبده، نترك الحل لكم ولهم، وإلى لقاء جديد إن شاء الله في برنامج الصراحة.
متشكر جدا يعني. متشكر جدا. الله الله يا سيدي، والله بينا نجوم وبيتعامل معانا لقاءات تلفزيونيه وصحفيه. امال انت فاكر ايه؟ اصبر عليا بس شهر واحد يا استاذ، انا ممكن ابقى انا صاحب المجله دي. لا بقول لك ايه، مش قوي كده، احنا مفبركينه سوا. عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ تعمل ايه؟ قطع عيشك. بيتاخر عليا كمان، بقى نجم. بقول لك ايه، ما تقفلش التليفون عشان تسمع كلامه بنفسك، ماشي؟ هاي هاي هاي، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ معلش اتاخرت عليك يا معلم، انت عارف بقى المعجبين والمعجبات والصوره معاك والموبايلات والحاجات دي. طبعا يعني. طبعا بقيت نجم وسلاسل وتيشيرتات. الحاجات دي من الوكاله ولا منين؟ لا وكاله مين دي، جايبها من افخم محلات الزاويه الحمراء. طب كويس. بقول لك ايه، النجم عبده بيشتم فيا ليه؟ وبيشتم فيا كتير صح؟ يا بص، على طول على طول بيقعد يشتم فيك. الراجل ده غريب يا اخي، تحس كده ان هو ما بيحبكش يا اخي. يعني عارف، حتى اما انا بتكلم معاه تلاقيه مثلا عارف يعني ايه، من جوه مش حلو يعني، حد مش كويس يعني. يعني كان بيقول لك ايه عليا؟ يعني بيقول لي انا عامل نفسه نجم وعامل نفسه بتاع، لكن ايه، هو لا نجم ولا بتاع، انا نجم النجوم. بقول لك بيقعد كانه لازم يصطبح الصبح يقعد يشتم فيه. يعني هو دايما اللي كان بيغلط فيا؟ على طول بيغلط فيك، وانا اقعد اقول له يا عم عيب ما يصحش، لكن هو يقول لي ايه، لازم اغلط فيه، لازم اغلط فيه لانه يستاهل. ها طب وانا عملت له ايه عشان كل ده؟ ما تفهمش يا اخي، النفسيه مش حلوه. انت نجم وليك وضعك وليك جمهورك، هو نفسيته مش حلوه يا معلم. طب تفتكر بقى هو بيعمل كده ليه؟ منافسن، هو اساسا منافسن لسبب بسيط جدا، ان انت اشيك منه واحلى منه والبنات بيبقوا معجبين اكتر. يعني لعلمك ده بيقعد يكلمني كتير وانا بكنسل عليه، اكنسل عليه اصل ارد عليه اقول له ايه؟ انت بقيت نجم خلاص. خلينا في حوارنا، خش يا معلم وقول يا معلم. حوار ايه يا نصاب انت؟ بقى انت بتكنسل عليا انا؟ مين اللي قال الكلام ده؟ استحاله طبعا، انت نجم طبعا. اوعى تكذب، انا سمعت كل حاجه. طبعا انتوا شفتوا النجم المزيف عمل ايه مع النجوم اللي بجد، وعارفين طبعا جزاؤه يبقى ايه. عارفين يا نجم. اتفضلوا بالهنا والشفا. لا افهمكم حاجه، انا صحافه، انا صحافه حضرتك. ده كان يوقع ما بيننا حبيب دخل في جوازات، بيعيش ويتمرمط مع واحدة بالذات، ويعيني على دولة اتدبس في دولة، أكيد لا دول ما